عنده المساحه على فكره ان هو يجرب، يعني بطوله العرب جرب وكان مقبول ان صنع لعيبه وكان. ما هو ده هو ده بقى كابتن عمرو اللي انا هساله لك شويه، لكن انه مثلا كيروش عكس كابتن حسام البدري حتى كان عنده مساحه تجريب مباريات، لو تعاملنا مع البطوله العربيه دي ان هي بطوله كانت وديه بصبغه رسميه، انه جرب كتير وجرب لاعبين كتير، وكلنا دعمنا كمان كيروش وقلنا نسيبه يجرب يا جماعه، الراجل عنده فكره عشان لما نيجي نلعب كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم يكون حط افكاره وحط اللاعبين كمان اللي عايز يلعب بيهم. بس اول ما دخلنا كاس الامم الافريقيه ما شفناش نتيجه. عشان هو غير يعني في كاس الامم الافريقيه غير، يعني على غير المعهود في تصفيات الامم الافريقيه اللي بتصعدت تصفيات كاس العالم كان مثبت تشكيل، يعني امام ليبيا كان تشكيل واحد حتى في المباراتين، وشفنا الاداء والشكل وكان زي الفل صح. يعني حاجه محترمه جدا واداء كويس، بس انت برضو مهما كان بتلعب ليبيا. رحنا بطوله العرب حسينا بتغييرات كتيره جدا، لعيبه كتيره جدا، وده حقه على فكره. لو في تغييرات الطريقه ما عندكش محترفين، ما عندكش لعيبه حقه ان هو يغير في اولا يغير في طريقه اللعب، يغير في اللعيبه اللي موجوده عنده، ما يعني اتيح ليه يعني المجال بشكل مفتوح بشكل كبير، ويمكن ده من حظوظه بطوله العرب بصراحه، عشان يعني يشوف شكل المنتخب او اللعيبه اللي عايز يعني يعتمد عليها في الفتره القادمه. ولكن انت عندك اساس، الاساس ده ما ينفعش اجي جنبه، ما ينفعش اغير فيه زي ما ميدو قال من البدايه. النهارده ما ينفعش مصطفى محمد هو فرود، هتجيبه وهتحطه هاف ازاي؟ فهي دي التركه اللي عملت معاه المشكله الكبيره جدا من بدايه بطوله افريقيا. هو فاكر ان بطوله افريقيا ديت من السهل ان الناس ممكن تصبر عليه، لا. النهارده ده محك قوي، النهارده انت خلاص انت قدام الكاميرات وقدام الشعب المصري مطالب ان انت تاخد البطوله ديت. صح. ويمكن البطوله ديت هي مش على راداره زي ما ميدو قال، او مفيش هو مش مطالب بيها لان مفيش اصلا يعني حد من اتحاد الكوره الزمه بيها. بس ما هو في نقطه يا كابتن عمرو برضو، انا لو كيروش واسمي كبير وسيبيه كبير ومدرب كبير اكيد مش عايز اخش بطوله اخسرها لنفسي، يعني حتى لو انا مش ملتزم مع اتحاد الكوره في حاجه. هو تصريحه قبل بطوله افريقيا ده يعني مريب، يعني تصريح مريب. ممكن يكون بيرفع ضغط. لا، انا بحاول اخد ايجابيات وسلبيات، بس انا اقصد انه انا بحط نفسي مكان كيروش، عامل سي في كبير جدا في كل القارات، في امريكا الجنوبيه، في اسيا، في اوروبا، عامل سي في قوي جدا، لما اجي افريقيا لاول مره اكيد عايز اعمل اسم وعايز اخد بطوله، يعني ما ينفعش طبيعي. ما ينفعش نقارن. بس خلي بالك ده اللي المفروض يبقى هو النهج بتاع اتحاد الكوره في الزامه في عقود ما بينه وما بين انا، احنا داخلين بطوله افريقيا يبقى مطلوب منك ان انت لازم تبقى تنافس على بطوله افريقيا، لازم اصعد يعني المباراه النهائيه، نصف النهائي على الاقل، على الاقل خالص. يبقى في مطالبات صح. ما بيني وما بينك. لكن النهارده عشان تدخل بطوله تقول ان انا يعني داخل يعني يا جماعه احنا مصر لا، يعني معلش انا اسف، يعني مفهوم احنا يعني بطوله طيب. امم افريقيه 7 مرات وعايزينها الثامنه، فاللي هو احنا مش منتخب صغير صحيح. فاعتقد ان ده دي مشاكل كبيره جدا قابلته من بدايه البطوله يعني وهتمشي معاه في فتره. بس اللي قال الجمله دي برضه يا كابتن عبد الحميد لو تفتكر محمد صلاح في اول قبل المباراه قال لك احنا مش المرشحين الاوائل ان احنا نكسب البطوله، بس هنقاتل للفوز على البطوله. واضح انه محمد صلاح هذا الاسم العالمي الكبير في منتخب مصر والمدير الفني لمنتخب مصر حاسين ان منتخب مصر واقعيا بعيد عن التاريخ بعيد عن ال7 بطولات احنا مش الابرز او الاقوى في البطوله. لا طبعا، لا طبعا كلام مش مظبوط. انا اخد كلامي انا من مدير فني، يعني مهما كان صلاح حتى لو هو يعني مين، بس المدير الفني هو اللي ملتزم قدامي بالكلمه. لكن هو انا بالنسبه لي انا شخصيا كروش وقع مني فنيا قوي 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 لما لعب مصطفى محمد جناح، لان مصطفى محمد وخلي بالك هو فكرني بمدربين كتير جدا بطلوا لعيبه بسبب ان هو وظفهم توظيف لا يليق بامكانياتهم الفنيه ولا البدنيه ولا اي حاجه خالص. لان مصطفى محمد ما فيش فيه اي حاجه تفكر فيه انت تلعبه جناح، يعني هات لي اي واحد في الدنيا عارف مصطفى محمد استحاله يفكر ان هو يلعبه جناح، استحاله. صحيح. لكن محمد صلاح ماشي، بس خلينا يعني هنقول ماشي مع ان محمد صلاح يختاروه من 3 احسن لعيبه في العالم عشان هو بيلعب جناح كجناح وبيلعب على عدلته وبيعرف يروح الشادو سترايكر وبيعمل اللي هو بيعمله محمد صلاح. لكن مصطفى ازاي يعني ازاي احنا كمان تفهمناها وتقبلناها مع محمد شريف،
رغم ان احنا عندنا لا محمد شريف بيلعبها ولعبها في انبي وظهر في انبي قوي مع كابتن حلمي طبعا كمهاجم هو هداف دوري كمهاجم بس لما يلعب جناح زي ما انت قلت كده هو لعبها قبل كده ومجربها لكن مصطفى محمد غريب مفيش فيه اي ميزه تلعبه مصطفى محمد بيلعب بدماغه مصطفى محمد قوي جسمانيا بيشوط مصطفى سترايكر اهداف يعني حتى ما ينفعش ينزل ويلعب انت فاهم في فيرود حتى كمان ينزل لعيبك يا عمرو انت كفرقه وينزل شويه لكن مصطفى لا هو مصطفى في 18 هتطلعه بره خلاص مصطفى مش هتلاقيه صح دي نقطه مهمه